السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة رحاب العربي. سهيلة بن لشهب تنعي وهي تحت صدمة. وقبل أن ننتقل للتفاصيل، نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله، والإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا. فلننتقل للتفاصيل. سهيلة بن لشهب تنعي وهي تحت صدمة، وقد كتبت: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنعيك وأنا تحت صدمة، الفاجعة كبيرة بزاف. وداعا أخي، وداعا صديقي، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. كل نفس ذائقة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد عبرت سهيلة بن لشهب عن صدمتها في الفاجعة التي قد تفاجأت بها صباح اليوم في وفاة أخيها وصديقها الصدوق محمد الخامس فقيد الشباب رحمه الله. فقد كتبت هذه الكلمات وهي منهارة وعينيها مليئة بالدموع على فقدان عزيزها وغاليها فنان العرب محمد الخامس. فهي مسكينة درك صديقها المقرب ورفيق دربها، تربت وكبرت معاه، عاشوا الحياة كيف تعلمت معاه الحياة الفنية والشخصية. ربي يكون في عونها، بارك إن شاء الله تفوت على خير. وقد وجدت تعليقات من جمهورها وفانزها العزيز، وهم يكتبون لها كلمات يحاولون أن يصبرونها ويهدئون من رواها. ربي يرحمه ويصبر عائلة تبعه وأخته سهيلة. وأيضا أكيد مصدومة والناس كلها مصدومة، ربي يرحمه برحمة الوسع ويصبر أهله وأحبابه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا إحنا ما نعرفهوش شخصيا وما تقابلناش والموضوع ورانا مصدومين، ما لا هي لي رفيق دربها وصديقها المقرب وأخوها، كيف راح تكون حالتها؟ الله يصبرها ويصبر أهله يا رب. وأيضا ربي يصبر أهله ويصبر كل الناس اللي تحبه، ولا غير من الصباح وانا نبكي عليه ونتخيل في حرقة أمه عليه. ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وأيضا يدعون لها بالصبر، ربي يصبرها، ربي يصبرها. والله غير كنت نخمم فيها مصباح، غير سمعنا الخبر بينا، راهي مش وكي يا زيد، هي بزاف حساسة، احنا ما نعرفهوش شخصيا، واقسم قلبنا وينك يا هي. ربي يرحمه أو يغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وكل محبيه. الكل يدعون له بالرحمة، والكل يدعون لسهيلة بأن يصبرها الله على فراق أخيها وصديقها الصدوق محمد الخامس. ونحن أيضا ندعو لها بالصبر، وندعو لزويه ولأهله بالصبر والسلوان، وندعو لفقيدكم وفقيدنا محمد الخامس بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله جناته، وأن يجعله الله من الصديقين والشهداء. اللهم آمين يا رب العالمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.